ما صممته هنا هو مكان للجلوس والاستلقاء والنظر إلى السماء، والطموح هو الجمع بين الناس في الأماكن العامة لخلق لحظات من التفاعل. من المثير للغاية أهمية هذه القطعة لأنها كانت ألواح صقالات خشبية تستخدم لبناء المباني. قمنا بتنظيفها وتخطيطها وتقطيعها وإنشاء هذه المنحنيات، ولكن ما يثير الاهتمام حقا هو أنك إذا نظرت إليها فسترى هذه العلامات الصغيرة التي تلمح إلى حياتها السابقة. إنه مكان لطيف للمجيء والجلوس إذا كنا في استراحة الغداء، قبل العمل، بعد العمل، فقط للجلوس هناك تحت ضوء الشمس.